مكرونة محمرة بالجبن برضو دي تنفع طبق جانبي جدا جنب اي حاجة احنا عاملينها، بانيه، مشويات، مقليات، تبقى يعني طبق جانبي لطيف. المكرونة المحمرة بالجبنة هتكون نص كيلو من المكرونة القلبو او الملولوة، دي اي مكرونة تعجبكم عموما يعني. 2 كوب من الجبنة الشيدر الحمراء المبشورة، كوب من الجبنة الشيدر الصفراء المبشورة، بصلة مفرومة، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، كوباية من الفلفل الألوان المفروم، نص كوباية من الفلفل الرومي المفروم، سمنة، مرقة، مية سخنة، معلقة صغيرة من بهارات الدجاج، معلقة صغيرة عشان تدي بس طعم حلو كده، معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة صغيرة من الحبهان المطحون، رشة من جوز الطيب، ملح وفلفل اسود. ويلا بسرعة نعمل المكرونة بالجبنة. المكرونة اللي بالجبنة دي يعني قلبي كده بيقول لي ان احنا مش هنلحق نقدمها، بس انا ما رضيتش اعمل نسخ الحقيقة النهاردة، وقلت نشتغل كده وزي ما تيجي. فيعني انتوا نصيبكم. يا ربنا كرمنا وطلعت الزبدة فين؟ ما طلعتش. فالمهم ان احنا هنعمل خطواتها، ده اهم حاجة، لان طبعا هي الوصفة بخطواتها يعني مش بتقدمها في الاخر. هنحط شوية زبدة. احنا قلنا مقاديرها صح؟ ولا انا بقى بعك؟ قلنا مقادير. معاها البصل، معاها الفلفل، ونسيبهم كلهم كده يتبلوا مع بعض. معاهم الثوم. الموضوع سريع جدا، عايزين الخضار يدبل بس. يعني شكرا، هو كده دبل ومش عايزين اكتر من كده. مهم بقى جدا اجي احط المكرونه معاه عشان تاخد من طعم كل الخضار. وطبعا تاني بفكركم ان احنا لو احنا شغالين بقى في البيت المكرونه مش هتكون متحمره على جنب زي البرنامج، احنا هنحمرها ونقوم حاطين عليها البصل والفلفل وكل حاجه بقى مع بعض زي ما عملنا في الاول خالص في المكرونه الاساسيه. توابلنا الحلوه، بابريكا، جوزة الطيب، شوية حبهان، اللي مش عايز خالص وعايز يكتفي بملح وفلفل والله ما هتقول لأ، كله حلو. رشة ملح، بلاش توتر. ورشة فلفل. ايه؟ لو سمحت إذا المعلومات ما كانتش إيجابية ما تقولها ليش. نقلب كده بس، احنا عايزين مجرد تقليبة المكرونه مع الخضار، شويه مرقه ونكمل بميه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنغطي عليها. تهيألي ده غطاكي صح؟ ده غطاها. تعالوا بس ندي تقليبه كده الاول ونظبط الملح عشان احنا كنا حاطين رشة ملح على قد ايه الخضار. ناخد بالنا برضو ان في مرقة، فيعني رشة الملح تبقى بسيطة. نقلب بإذن الله، بإذن الله ربنا هينصرنا ونقدمها. تعالوا نشيل كل ادعوا يا ولاد، ادعوا ان خالتكم سارة ما تتكسفش على الهوا النهاردة. يلا بينا. يعني مكرونة الجبنة مش هكذب عليكم هي لسه محتاجة سيكة على النار، بس أنا هقدمها. الجبنة طبعا ساحت وسط المكرونة، وسط الصوص، وسط كل حاجة. ودايما المرقة اللي انتوا شايفينها دي، يعني أنا هوريكم حاجة دلوقتي، لما صبينا مكرونة الفراخ كانت مليانة مرقة، وكلهم قالوا لي نرجعها النار تشرب المرقة، قلت لهم اتقلوا، المرقة دي كلها دلوقتي هتتشرب. المكرونة طول ما هي في الطبق بتفضل تشرب من المرقة بتاعتها، فما تستعجلوش ولا تقلقوا ولا تتوتروا ولا اي حاجه. سوا هتستوي ومرقه هتتشرب. يلا بينا. ادي اخر مكرونه بتاعتنا بالجبن، حاجه عظمه.